في اتجاه تنفيذ خطة وقرارات التقشف التي اعتمدتها الحكومة السودانية لمواجهة حالة التأزم في اقتصادها. أعفى الرئيس السوداني مستشاره 59 خبيرا وطنيا بما فيهم ممثلو الأحزاب السودانية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، كبداية فعلية لإعادة هيكلة الدولة وتخفيض هياكلها والإنفاق فيها بنسبة تصل إلى 50%، وهو أمر غير مسبوق في عهد الرئيس البشير. أعتقد أنها إجراءات تقشفية حادة ولم تكن مسبوقة في تاريخ السودان القريب، يعني أن تعمد الحكومة إلى مثل هذا التقليص وإلى فرض هذه الضرائب وإلى تعويم العملة الوطنية، كل يعني إجراءات متزامنة تدل على أن الحكومة تواجه وضع مالي اقتصادي صعب، يضاف إليه أن هناك شح في توفر القروض الأجنبية. الإجراءات لم تتوقف عند ذلك فحسب، بل تعدته إلى تقليص مخصصات شاغلي المناصب التنفيذية والتشريعية المختلفة لتقليل الإنفاق الحكومي وانتهاج سياسة انكماشية بزيادة الاحتياطي النقدي، عملية ترى الحكومة أن في تنفيذها تقليل من حدة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها. لابد من التدخل عشان نحتوي معدلات التضخم وتداول سعر الصرف بعمل سياسات تعديل في سياسة سعر الصرف وسياسات النقدية، والاثنين بيهدفوا إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي. خطوات أخرى مرتقبة هي حل الحكومة الحالية والإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة، تشكيلة ستتخذ طابعا تقشفيا أكثر حدة بإدماج وزارات مع بعضها البعض ومفارقة العديد من التنفيذيين والتشريعيين لمقاعدهم. التخفيض لحكومة ظلت متراهلة لفترة طويلة في جهازيها التنفيذي والتشريعي نتيجة موازنة سياسية أو اتفاقات مغرمة، ربما مثل هو الآخر بداية لجدل سياسي على مقاعد السلطة، يضاف إلى جو لم يراوح مكانه من الاحتقار والتململ. محمد الطيب، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.